خير؟ صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي انها ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور للجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي زفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كذب، مش عايزاه اخالف الاتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورته واقعه على الارض، حواليها اربع جرسونات على اتنين نسوان مالهمش لازمه على راجل ملوش هوايه، يعني صوره ملهاش لازمه اساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيله عندك، بذمتك لو صوره زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبه اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها ان مستقبلك معايا انا مش في حته تانيه. امال بيقولوا عليا الاستاذه ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. انا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركه العالميه للتجاره تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للامن، سري وشخصي. المهندس فؤاد لبيب رئيس مجلس الإدارة. بقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في ايه بالظبط؟ في المكسب والخسارة. واتطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليني بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ انت بتستعبط؟ انا هاخد 40. ما تنساش ان انا اللي في الصورة وانا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60. حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسايد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمة. نايمة؟ ده احنا قبل المغرب بشوية، هتكون تعبانة. يا ولية سرير متساوي زي الفل، هي فين؟ المدام نايمة في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسايد؟ دي مبسوطة يا كروانة. تعالي يا مبسوطة عاوزاكي. تعالي يا مبسوطه ما تتكسفيش، انا لابسه مش عريان. خير يا مدام؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا بت، ده تين جاي لي من بلاد النوب. وصفه كانت بتعملها ممثله مشهوره امريكانيه اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا ما اعرفهاش. ولا انا والله، بس هعمل ايه؟ هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست ام كلثوم كانت بتغني لغايه ما ربنا افتكرها. كرايه مبسوطه. احنا هنضحك على بعض. انا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين، انما انا بغني لشويه اوباش. لا 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 لا، مش اقل من 5 مليون. خلاص نتقابل ونتكلم مع بعض. اوكي اكسلانس، مع السلامه. ايه نهال في ايه؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ الظرف ده مقفول وجاي لحضرتك بصفة شخصية وسري للغاية. مجلة اسمها زهرة الربيع. يا نهال، وانا فاضل زهرة الربيع ولا زهرة الخريف؟ يا فندم الشاب اللي جاي بالظرف قال ان حضرتك اللي طلبت صور الفرح. صور الفرح. نهال تطلع ايه زهرة الربيع دي؟ مجلة صالونات يا فندم. ايوه، يعني تخصصها ايه؟ مجلة فنية واجتماعية وسياحية، مجلة لذيذة يعني. طيب طيب طيب، بعدين هخش في الصور دي. اتفضلي. اوكي، يعني اذن حضرتك. اتفضلي.
الو، مجلة زهرة الربيع، من فضلك ممكن اكلم مدام نجوى كمال؟ قولي لها فؤاد لبيب. ده شرف عظيم ليا يا باشا، والله انا اول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت اني مخنوقه، عشان كده اول حاجه عملتها بعتلك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك، انا متشكر جدا يا مدام، متشكر جدا. انا هعتبر ده جميل وان شاء الله هرده لحضرتك بالشكل المناسب. ايه بتقولي ايه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل اعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم اكيد كان هيبيعهم لاي جورنال او مجله تانية. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقله قيمه لضيوف سعادتك اللي هم كرمت المجتمع وكبار رجال الدوله وستاتهم. كويس ان حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا انا اشتريت النيجاتيف عشان امنع نشر الفضايح دي. عاوزه كام؟ 30,000. ألو، أيوة يا باشا، 40,000. العشرة زيادة تمن الإهانة، ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام.